முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த தத்லு பைனனா ஃபில் கவாகி பல்ப் தோ பல்வ சிறப்பு மின் ஹுயா சையிதி ஹைரன் நபி அஸ்வலாத்து அலன் நபி வஸ்ஸலாமு அலர் ரசூல் அஷ்ஷஃபி அல் அப்தஹி வல் ஹபீப் அல் அரபி அத உம்மும் அம் அபோ மா ரஐனா ஃபீஹிமா மித்ல ஹுஸ்னிக கத் யா சையிதி ஹைரன் நபி அஸ்ஸலாத்து அலன் நபி வஸ்ஸலாமு அலர் ரசூல் அஷ்ஷஃபி அல் அப்தஹி வல் ஹபீப் அல் அரபி அந்த முன்ஜினா கத் மின் ஷஃபாஅதிக ஸ்வஃபா மல்லனா மித்லுக யா சையிதி ஹைரன் நபி அஸ்ஸலாத்து அலன் நபி வஸ்ஸலாமு அல ரசூல் அஷ்ஷஃபீஉ அல் அப்தஹி வல் ஹபீபு அல் அரபி இர்தகப்து அல் ஃபதா ஗ைர ஹஸ்ரி வஅதத் லக அஸ்கு ஃபீஹி யா சையிதி ஹைரன் நபி அஸ்ஸலாத்து அல நபி வஸ்ஸலாமு அல ரசூல் அஷ்ஷஃபீஉ அல் அப்தஹி வல் ஹபீபு அல் அரபி நர்ஜூ இலா கஸீ ஹவ்லிக லில் அத்வாஸ் யௌமா நஸ்ரி கிதாபியா சையிதி ஹைரன் நபி அஸ்ஸலாத்து அல நபி வஸ்ஸலாமு அல ரசூல் அஷ்ஷஃபீஉ அல் அப்தஹி வல் ஹபீப் அல் அரபி அஷ்ஷஃபாஅத்து ஹப் லனா ஃபில் கியாமத்தி முஷ்ஃபிகா வஹ்லனா இல்லா யா சையிதி ஹைரன் நபி அஸ்ஸலாத்து அலன் நபி வஸ்ஸலாமு அலர் ரசூல் அஷ்ஷஃபீஉ அல் அப்தஹி வல் ஹபீப் அல் அரபி அஸ்ஸலாத்து அலன் நபி குல்ல வக்தின் தாயிமா லாஹ நஜ்மு ஃபிஸ்ஸமா சையிதி ஹைரன் நபி அஸ்ஸலாத்து அலன் நபி வஸ்ஸலாமு அல ரசூல் அஷ்ஷஃபீஉ அல் அப்தஹி வல் ஹபீப் அல் அரபி بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم النور أضاه له قصور بصرى من أرض الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعت مددت عيني لينظر وردي فلم أره ثم وجدته في المخدح وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض يلن من الحرير
يفوح الطيب من جنابه فجعلت انظر اليه واذا منادي ينادي يخفوه عن اعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره الا كلمح البصر ولما كنت متحيره من ذلك اذا بثلاثه نفر قد دخلوا علي كان وجوههم اكمار وفي ايدي احدهم ابريق من الفضه ومع الاخر طست من الزبرجد الاخضر وفي يد الثالث حريره من بيضاء مطويه فنسرها فاذا هي خاتم يحير عين الناظرين من شده نوره حمل بني ونابله لصاحب الطست ما انا انظر اليه فوصله من ذلك الماء الذي في الابريق سبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين والسيد وأهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خبدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولن تكون خمدت قبل ذلك بألف عام وارتج إيمان كسرى وسقطت من أربع عشر شرافا واضت بحيرة وصابت وأصبحت سنام الدنيا كلها منقوصة ورمية الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج صبح الحق وبطل ما كان عمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش قالوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عقبوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه وجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب إلى بصغر فعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك عبد حزنا وتعلما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ماله قد كثرت تنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات تنكست مقلوبا فمضاك كلنا فمن حزننا كدرت العير بصحبي صلاة وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات فإن كنت من ذنبي أتينا فإننا نبوء بإقراري ونلوي عن ذنبي صلاة وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بي
وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات ترد لي مولودي أضاءت بنوره جميع فجات الأرض خوفا من الرعب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا لقصي ارجعوا الله لك وقرب إلى الإسلام والمنزل الرحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها الطهر فتاة بالعرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في ردب الهنا بشرت في شعبان منين المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الهجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا الله ونشرت له في الكون علام الرضا وإذا بطائر النبي لقد سقط من الهوى فمر بجناحه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناتي هي يتوقد يا ربي صل على النبي محمد من جل خلائق من جهنم في غادي جبريل نادى فيما نسيت حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غادي هذا كحيل طرفي هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غادي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غادي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غادي قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غادي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد
منجل خالق من جهنم في غادي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الحسن يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن إسحاق لما كان اليوم الصابع ودفع عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه اللهم أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراري وإشراق الكون بأنواري فبينما آمنة رضي الله تعالى عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف عجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدهامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها همسا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج فزمن قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج صلي رب العالمين على
سيد الكونين والسروج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين أهلا سيد الكونين والسروج يا كريم الجود راحته فقفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجز صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج حبكم في قلبنا محبا من رأين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسروج بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن زيد رحمهم الله تعالى كان إلى جانب رجل ذمي وكنت في الشهر ربيع الأول أدعو الفقراء أضعام المولد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يغزو به فعز علي ذلك وجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع ذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك وذوه مؤمن. قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي ما ننتظر إنجاز وعديس وصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يترك وذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك في البارحة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الراحيات عظيم الهيبة هزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار وحلم المنطق إذا تلا تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفرح منه المسك والعنبر ما حسن وجهه وما طيب راحيته. فأردت أن أقبل يديه قال تقبل يدي أنت على غير ديني. فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يترك وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلت وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأينا كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بكسر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جاءت لي مولدي الشريف بشائر وخوارق الأعداد ليلة مولدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة
شهدت بصيحتي ها عقول الحسد يا ربي صلي على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شوق بأمره وشمس عيد قربت له ردت بغير تردد يا ربي صلي على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار كسجدت له وعليه كسلم بعد تشهدي يا ربي صلي على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن الإسير إسقاب أطعم جيشه حتى اكتفوا ويسير غلام ينفدي يا ربي صلي على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الباصيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما يندهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حيمك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غديم. إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غديم. فعليك منا كل وقت دائما أزكى صلاة مع السلام سرمدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. وعلى صاحبتك الكرام جميعه والتابعين لهم بخير فاجهدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلو للحديث العميم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لله جاه كبير إذا الكريم تحالى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمات. إن الكبائر في الغفران كالمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك
كخير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.